هنا انا يمكن هنا بقى محمد عادل هذه الحاله زي ما قلنا هنا نقاط التطوير يا بلال. شوف الحاله اللي جايه هنا شوف سمير فكري النهارده عمل كل حاجه خطا في المباراه صحيح. هنا حاله تستوجب الابطاق. هنا شوف استخدام الكوع في هذه الحاله. معلش سامحني سمير معلش هرجع بس الحاله دي هنا هنا واضح جدا 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 هنا بطاقه مفروض صفراء لهذا اللاعب. ليه؟ بص هنا هنا اللعب وهنا شوف المرفق هنا فين في وجه اللاعب وهنا للاسف ما خدش الطاقه صفراء يا كابتن شريف. دي الحاله اللي هي الاولى. اللي بعده نفس الشيء قرب محمد عادل قريب قوي. نشوف هنا سمير فكري نفس اللاعب رقم 6 هنا نشوف هنا ايضا خلاص الراجل رايح هنا لاعب الاهلي رايح خلاص وهيصلح وهيشوط وهيلعب. الشد هنا يا كابتن هنا لابد ان يكون في بطاقه صفر. صح. هنا بنتكلم في الدقيقه 41 دي يا كابتن شريف. دي في الدقيقه 41 كان يجب طرد سمير فكري للانذار الثاني. لو خد الانذار الاولاني كان خد هنا الثاني وهنا بنقول ايضا بطاقه حمراء. صح. ولكن للاسف يعني هو ما اشهرهاش رغم من هنا بطاقه مع ان الزاويه واضحه زاويه الرؤيه واضحه جداً. بالنسبه للكابتن الشد واضح جدا يا كابتن ايمن. وانا هنا بقول ايه احيانا المباراه واداء الاهلي بيسهل مهمه الطاقم التحكيم في المباراه. يبقى يعني عندنا هنا سمير فكري كان يجب طرده في الدقيقه 41 نتيجه الانذار الثاني زي ما باهر محمدي اطرد في الدقيقه 51.